السلام عليكم. بسم الله. هنشوف هلقيت ان شاء الله كيف اذا في ثريد عامله كرييت لثريد وبدها تعملها جوين، كيف الجوين بيتم باستخدام الكونديشن فيريبلز عن طريق السيجنال، عن طريق الويت اند سيجنال. شوف هنا في جلوبال فيريبل اسمه دن، علشان التشايلد ثريد لما تخلص الشغل المطلوب منها شغل حتخلي لنا اياه بواحد، يعني عن طريقه بيعرف البيرنت هل الشغل خلص ولا ما خلص، لما يصير بواحد بيعرف انه ايش انه خلص. وطبعا قلنا الكونديشن فيريبلز بدها لوك مش هيك، ولا بدها ايش ميوتكس، وهذا الكونديشن فيريبل والاثنين ار ايش ار انيشاليزد باي ستاتيك انيشاليزرز. طلع على الكود تبع المين في الاول بيطبع المسج هذه عشان نعرف انه المين اللي هو اللي شغال. بعدين عامل ديكلاريشن لفيريبل اسمه في ثريد نوعه، ولقيت عمل كرييت. طبعا وي باس الادس اوف الثريد فيريبل، وهنا شغال على ديفولت اتريبيوتس، وهذه اسم الفانكشن تو بي ران في الثريد، وما بدناش اي ريتين فاليوز، لذلك هنا نل. بعديها على طول يعمل مين اللي هو الجوين، طلع على التشايلد فانكشن هذا، هي بتلاحظ بيطبع كلمة التشايلد عشان يعرف التشايلد الثريد هي اللي شغالة. بعدين بينادي الثريد اكزت. الثريد اكزت ايش بيسوي؟ بما انه حيشتغل على الدن وكمان في كونديشن فاريبل فبده اللوك مش هيك ولا، بياخذ اللوك طبعا بدل بياخذ اللوك، وبعدين بيخلي الدن بكام؟ بواحد، على انه الورك المطلوب از دن، وبعدين بيعمل سيجنال للثريد الثانيه على الكونديشن فاريبل وبيسيب اللوك لانه خلص من الشغل على الدن وعلى مين وعلى الكونديشن اللي هو فاريبل. ماشي الحال. وبعدين الشايد بيعمل ريتيرن بعد الكول بتاع الثريد اكزيت، بيعمل ريتيرن، بيعمل ريتيرن اوكي. وبعدين ال طيب بدنا نشوف اللي بيصير. هلقيت في تو سيناريوز، اما انه البيرنت لما يعمل كريت للتشايد في الاول البيرنت يشتغل على طول بعد الكرييت، او الشاهد اللي يشتغل مش هيك ولا، هنشوف في الحالتين ايش اللي حيصير. سي بعد مع البيرنت عمل كرييت للشاهد، البيرنت برضه اشتغل، البيرنت برضه ايش؟ اشتغل، ساعتها حينادي مين؟ اللي هو الجوين، حينادي الجوين روح باخذ اللوك، طبعا اللوك از ايش؟ از افيلبل مش هيك ولا، مش مشكله، والدان از ستيل بكم؟ اللي هو بزيرو، يعني فيش شغل انشغل لسه. وبعدين حيكون مين اللي هي وايل دان بيساوي زيرو، طبعا لازال بزيرو، حيعمل ويت. وللويت ايش بيسوي؟ بيغير الستيت تبعت البيرنت من الرننج الى سليبنج صح، وبيسيب اللوك مش هيك، ويسيب ايش اللي هو اللوك تمام، وصار هذا سليبنج. حيضطر هلقيت يشتغل مين؟ للتشايد. للتشايد الكود تبعه ايش حيسوي للتشايد؟ هيعمل برنت اف تشايلد، طبعا بدل برنت اف ممكن يكون الكالكوليشن سم اذر شغل، يعني ورك بيعمل التشايلد. وبعدين حينادي مين؟ خلص لقيت حينادي مين؟ بثريد اكزت. ثريد اكزت حيروح لقيت بدشن على الدن وعلى الكونديشن. طبعا الويت ثبت اللوك، خلي بالك مش هيك ولا، ما تلوك از ايش؟ از افيلبل، هياخذ اللوك ويخلي الدن بكم؟ واحد، وبعدين هيعمل سيجنال لمين؟ اللي هو للبيرنت، وبعدين هيعمل انلوك. ليش ما عمل انلوك في الاول وبعدين عمل اللي هو السيجنال؟ هو اللي بيصير عمليا انه قلنا الكونديشن فيريبل كان امبلمنتد از كيو، واخد بالك، وبالتالي يعتبر الكونديشن فيريبلز ايش؟ از جلوبال.
فممكن يشتغل عليه اكثر اللي هو مطار ات ذا سيم تايم. فصح انك تعمل انلوك بعد ما تعمل ايش اللي هو سيجنال، تمام، بعد ما تعمل مين اللي هو السيجنال، تمام. اوكي، ايش احنا اخر شيء قلنا؟ انه عمل سيجنال صح، وبعديها عمل انلوك، هل قلت اللوك صار ايش؟ صار افيلو. هل قلت السيجنال ايش حتسوي؟ من سليبنج لريدي، تمام، والاكزيت حترجع هنا للتشايد وحتعمل ايش؟ ريتيرن نال، وخلص اللي هو التشايد. البيرنت حيشتغل في الاخر، مش هيك ولا؟ البيرنت لما يشتغل حيكمل مين؟ الويت. تقول اكواير فيرست مين؟ اللي هو اللوك، هياخذ اللوك وبعدين الويت حتعمل ريتيرن. لما تعمل ريتيرن لسه مش حيسيب الواي، حيرجع لمين؟ لكمان اتريشن، لكمان ايش؟ اتريشن. وهذا كمان سبب اللي هو وجيه انه اللوك لازم ايش؟ لما الويت تعمل ترجع اللوك يضل معاها. لو رجعت الشيء الثاني كمان مره على مين؟ على الدان، والدان از ايش؟ از جلوبال، از شير، واخد بالك ازاي؟ الشير. طيب لما الويت رجع رجع لانذر اتريشن اوف الوايل وعمال بيعمل اكسس لمين؟ للدان، وهذا الشير، فلازم يكون اللوك ايش ماله؟ متاخر. وبالتالي الويت فعلا في اخر الويت بياخذ مين؟ بياخذ اللوك. تمام؟ هل لقيت الضن حيلاقيه بكام؟ بواحد. معناته مش هيعمل ايش؟ ويت. ات ويل ريتيرن ولا زال مع مين؟ اللوك، بس لازم في الاخر يعمل ايش؟ يعمل اللي هو انلوك. لازم في الاخر يعمل ايش؟ اللي هو انلوك. تمام؟ اوكي ماشي الحال. هيعمل ريتيرن، هل قلت الجوين مش هيك ولا؟ هيعمل ايش؟ ريتيرن، وبالتالي حيجي الستيبس اللي ورا الجوين اللي هي البرنت اف كذا، وبالتالي الكود اشتغل اتز كوريكت يعني ما فيش بروبلم. هذا لو البيرنت اشتغل قبل مين؟ قبل اللي هو التشايلد. لكن لو التشايلد اشتغل قبل اللي هو البيرنت، هيعمل كريت ويروح يشتغل تارجت مين؟ التشايلد. مين نشوف؟ هو التشايلد. هيطبع المسج هذه وينادي لقيت مين؟ الاكزت. الاكزت حتاخذ اللوك ويخلي الضن بكام؟ طبعا اللوك افيلبل صح؟ وحيخلي الضن بواحد ويعمل سيجنال. يتعمل سيجنال لسه بس ما كانش قبل الهاويت، لكن على الاقل الضن ضل بكام؟ صار بكام؟ بواحد، وساب اللي هو اللوك، وبعدين هيرجع هنا وريتيرنال، خلص اللي هو التشايلد، تمام؟ بعد كده هيشتغل مين؟ البيرت. هيروح البيرت ينادي مين هلقيت؟ الجوين. هيجي الجوين اوكي، هياخذ اللوك از افيلبل، هيلاقي الضن بكام؟ وبالتالي مش هيعمل ايش؟ مش هيعمل ويت، مش هيعمل ويت، هيجي للانلوك، انلوك ويعمل ريتيرن. وبالتالي عمل ريتيرن اجى هنا، معناته هيعمل ايش؟ للست بتاعت بعدين ايش؟ ريتيرن زيرو، ريتيرن ايش؟ زيرو، ريتيرن ايش؟ زيرو. لو ايش؟ كان ماشي في البيرنت عادي وخش عند الجوين واخذ اللوك، يعني وين وصلنا هنا؟ أخذ اللوك تمام، وصار التربط وراح للتشايد. تمام، ما هقول التشايد خلص. لا، لو في حالة في سيناريو تاني. السيناريو تمام، يعني في الأول مين اشتغل؟ بعد بعد كريت الجوين. تمام، وبعدين أجا انتربت اللي هي في اللحظة هذه. بعد ما أخذ اللوك. تمام، حيجي مين يشتغل؟ اللي هو التشايد. تعال نشوف. التشايد حيجي يشتغل. هاي اللي هو ال التشايد حيطبع المشاهد ونادي مين؟ الاكزت. بس الاكزت في الاول بده مين؟ اللوك. مش حيقدر ياخذ اللوك. تمام؟ هداك ماخذ اللوك، استنى في التشايد. مش حيقدر ياخذ، هذا حيستنى. بالك؟ يا اما سبيننج ارجع تعرف اللوك. يا اما سبيننج او حيستنى او نوت سبيننج لوك، مش هيك ولا؟ وهيرجع تاني لمين؟ للبيرنت. ايوه، وبعدين في الاخير ماشي الحال؟ واحنا دفعت اللوك. بغض النظر عن نوع اللوك، سواء سبيننج مشاكله او السبيننج اللي صار عليه في الاخير، تمام؟ مش هيقدر يخش. تمام هيك؟ اوكي ماشي. انا هقول لك، انا حتتضح وايل وقت ايش؟ في الكود اللي معانا هنا اف لحالها بتكفي. كنت سالت السؤال اللي قبل كده مره، بس حتفصيله حيتضح لما نخلص من البروديوسر كونسيومر بروبلم.
اقول لك هلقيت على السريع في الكيس هذه ان ذس في الكود هذا بالذات لو حطيت بدل الوايل اف ات وركس ات ايش على اعتبار عندي one parent one thread one child بس one mean اللي هو child. لكن زي ما حشوف بعد كده اقول لك اياها في الاول بالمجمل ممكن تكون في thread is اللي هو sleeping تمام وفي thread تانية is is sleeping كمان وعملت اللي هو في thread تمام is sleeping وفي thread تانية واخد بالك او اكتر شغالين واحدة منها اجت على الضن هذا وخلت رجع تاني الى زيرو بالتالي صارت سوري في واحدة sleeping تمام عملنا لها ويك بس لسه ما اشتغلت تمام لسه مين لكن اية واحدة تانية واخد بالك اشتغلت واستهلكت الاشي ورجعت الضن الى كام الى زيرو هذه لما تيجي تشتغل اذا ما فيش وايل افترضت انه الضن لازال بواحد حتكمل على انه في اشي والاشي ما تمش هيتضح لما المحاضرة هتتضح لك ان شاء الله تمام فلذلك بنقول السيجنال الويك اللي بتصير عن طريق اللي هو سيجنال ما هي الا اشارة على انه في اشي اللي بدك اياه يعني يمكن حصل لكن لما نعيد تكون تاني ايش حتى تاني اخده اشتهلكه تمام لذلك لازم تحط وايل عشان يعمل ايش تشيك الا في حالات خاصة في الكود هذا بدل وايل اف بتشتغل works تمام فانت تعود لما تكون تستخدم كونديشنال فاريبلز الويت تحطها في ايش في واي واي احراسك عشان ما تفكش في قضايا في الكود هذا بالتحديد الاف لحاله ايش ات وركس لكن حوريك كود بعد كده لو حطيت اف بيخرب الاش تمام ماشي اوكي ماشي تمام اوكي هيتضح المحاضره الجاي اكثر ان شاء الله اوكي هذول اللي هم التو سيناريوز اللي ممكن يصيروا مش هيك ولا والاثنين ذي ايش وركينج فيش اللي هو بروبلم بالتالي شفنا كيف الجوين هاو تو امبلمنتد باستخدام ايش كونديشن فاريبلز باستخدام كونديشن اللي هو فاريبلز اوكي ماشي طيب طيب واحد ممكن يقول طب انا ليش استخدم الضن فاريبل بلاش منه وبالتالي الاكزت والجوين حيصيروا بالشكل هذا هي الجوين خد اللوك واعمل ويت وبعدين اعمل انلوك تمام وبعدين الاكزت ثيرد اكزت خد اللوك واعمل سيجنال على الكونديشن طالما خلص واعمل انلوك نشوف ايش ممكن يصير بالشكل هذا لو في الاول التشايد اشتغل هيعمل سيجنال قبل الويت تمام هيجي البيرنت يشتغل تمام هيعمل ويت ويعمل سليبنج والسيجنال هي سبقت راحت يعني وبالتالي تقول سليب فايبر مش هيك ولا حيضلوا سليبنج حيضلوا ايش اللي هو سليبنج حيضلوا ايش اللي هو السليب يبقى من هنا لابد من ايش من اللي هو الضن هذا اول شغله طيب واحد تاني ممكن نقول طب خلي الضن خلي الضن وبلاش اللوك وبلاش ايش اللي هو اللوك شو ممكن يصير يعني بالتالي صار الكود كده الجوين اف دان بيساوي زيرو تمام بي ثريد ويت وبعد الاكزت الدان بيساوي واحد عمل سيجنال وداوت اللوكس مش محوطها بلوك وانلوكس قلت لو البيرنت اشتغل بعد الكرييت البيرنت اشتغل وبالتالي طلب الجوين
عمل تيست للضن لقاها بزيرو، لقاها ايش؟ هيضطر يعمل ايش؟ يعمل ويت، هيضطر يعمل ايش؟ يعمل ويت. خلينا نقول لو قبل الويت اجا انتربت، اجا ايش؟ انتربت، قال الويت مباشرة هنا بعد ما عمل تست على مين؟ على الضن، واشتغل هلقيت الثريد الشايد، هيخلي الضن بكم؟ بواحد. وين هلقيت ايش؟ سيجنال، عمل سيجنال بس لسه هذا ما عمل شويت، وبعدين وثالث شايد خلص وطلع، خلص وطلع. اجل البارت يكمل حيطلب هلقيت مين؟ اللي هو الويت، حيطلب مين؟ اللي هي الويت، حينام شيكو الان. اذا برضو ما ينفعش استغني عن اللي هو اللوك، الاثنين لازمين، اللوك والضن ايش؟ والضن والضن فاريبل. اوكي، مع تسليوش اللي شفناه اللي فات از كومبليت، مش هيك ولا اللي فيجر قديش 30 3، ما تقدرش تستغني لا عن اللوك ولا عن الضن، تمام، ولا عن اللي هو الضن. لذلك بنقول انه دائما انت قبل السيجنال او الويت في الاول تاخذ مين؟ اللوك، تمام ولا؟ وبعدين في الاخر خلاص تسيب مين؟ تسيب اللي هو اللوك، تعمل انلوك. في بروبلم مشهوره في الاوبوتيك سيستمز، موجوده في اي سيستم تحصل كل دائما، اسمها بروديوسر كونسيومر بروبلم، او ما اعرف اسمها باودي دفر ايش اللي هو بروبلم، محتاجه سنكرونايزيشن تنسيق، والا بيصيرش الشيء بيتمش الشيء. في الاول نشوف اللي هو امثله عليها. يكون في عندك البروديوسر واحد او اكثر، البروديوسر واحد او ايش او اكثر، وكونسيومر واحد او ايش او اكثر. البروديوسر بيعمل جنريشن، بيطلع داتا اوتبوت، داتا ايتمز كاوتبوت، ايتم ورا ايتم، بحطهم ايش في بفر في كيو. طبعا اي بفر في الاخر بيكون لينث او ايش از ليميتد، مش هيك ولا؟ بيساعد عدد معين من الايتمز. الكونسيومر ايش بيسوي؟ بياخذ الايتم من البفر ايتم ايتم وبيعمل عليه شغل، كل ايتم حسابات كالكوليشنز ايش، صفحه ويب اي شغله، تمام. يعني مثلا بدي لك مثال فعلا على سيرفر، ويب سيرفر يكون في ثريد بيستقبل طلبات اتش تي تي بي ريكويست وتحطهم في سم بفر في كيو. في ثريدز اخرى الوركرز، تمام، كل ثريد من الوركرز بتاخذ ايتم ايتم يو ار ال يو ار ال، تمام، وبتجهز الصفحه وبتبعتها مثلا، تمام. الثريد الاولانيه اللي بتحط طلبات البفر بسميها ايش؟ بروديوسر. الثريدز الاخرى اللي بتاخذ الطلب طلب من من البفر بسموها ايش؟ كونسيومر، بسموها ايش؟ كونسيومر. بدي لك مثال ثاني، هذا مر علينا في اليونكس كوماند اسمه جريب، اسمه ايش؟ اللي هو جريب، تمام. الجريب هذا بيعمل سيرش جوا الفايلز الانبوت تبعه على اي سترينج بدك اياه. الاوبشنز كتير، يعني في المثال هنا يعمل سيرش على الوورد فو في الفايل اسمه فايل دوت تكست وذاوت اللي هو البايب لايننج اللي هنا، الاوتبوت بيطلع على السكرين على الستاندرد اوتبوت. لكن بالبايب هنا بنقول اخذنا هذا مشكوى، بنقول عملنا بايب، تمام، بدل ما طلع السكرين بيعمل ريدايركشن الشيل وبصير الاوتبوت بيطلع على وين؟ بيخش على البرنامج الثاني مثلا وورد كارد، بيعد اللي هي كم سطر طلع له في الاوتبوت تبع هذا، تمام. اوكي، البوينت انه هنا انه الشيل ايش بيسوي؟ بيعمل بايب بتوين البروسيس هذه والبروسيس اللي هي هذه. البايب عباره عن ايش؟ عباره عن بفر، عباره عن ايش؟ بفر. البرنامج هذا الاوتو تبعه بيكتبه وين؟ بيحطه وين؟ في البفر، في البايب، في الكيو. والبروجرام هذا البروسيس هذا ايش بياخذ؟ بياخذ من الطرف الاخر من البايب. فصار الجريب يعتبر بالنسبه لنا ايش؟ بروديوسر. والدبليو سي يعتبر ايش؟ كونسيومر، تمام. وكل تلاقي السيستم كله شغال بالكونسيبت، مش هيك ولا؟ في حد بيستهلك، مش هيك ولا؟ سواء بروديوسر كونسيومر ايش بروبلم؟
مش هيك؟ لسه حال فيش مشكله، احنا وصلنا هلقيت وصلنا، بس لسه فيش مشكله، هلقيت المشاكل حتهب ماشي الحال، لسه فيش مشاكل لحتى الان. بس الان احنا بنعرف ايش يعني ايش الوزر، يعني ايش كونسيومر. الكلام انه مش نظري، انه كل انت متشغل شيء بيطلع اوتبوت، وثاني بيستهلك مين اللي هو الاوتبوت. يعني اقل شيء لما بيطلع شيء على السكرين، البرنامج اللي طلعه اللي طالع اوتبوت، انت كهيومن كونسيومر مثلا. لا اوكي طيب، بس طبعا بدك some kind of synchronization مش هيك ولا؟ وهذا اللي احنا هنعمله development في الشابتر هذا، نشوف ايش synchronization اللي بيلزم عشان الاشي يتم بنجاح مش هيك؟ تمام. وبالتالي لو انا مبدئيا للتسهيل هقول البفر عندي بيساع just one element one integer، بعد كده هنعمله relaxation هنخليه ايش array يعني، بس في الاول هنبسط الاشي وبعدين نكبره لغايه ما نخليه الحقيقه ايش بيكون. مبدئيا نخليه جاست 1 ايش 1 اليمنت، طبعا بيكون جلوبال زي البفر هنا عشان البروزر يقدر يحط فيه والكسور يقدر ياخذ ايش ياخذ منه. اكسسبل الاثنين المفروض يكون مش هيك ولا؟ تمام. وبعدين في فيريبل ثاني برضه جلوبال كاونت، مبدئيا بيساوي زيرو، بيشوف هل في ايتم انحط ولا ما انحط. اذا الكاونت بزيرو معناته في ايش؟ في ايتم. لو اذا بزيرو معناته ما فيش ايش؟ ما فيش ايتم. اذا واحد معناته في ايه؟ في ايتم، معناته انيشال امتي. بعدين في عندي ميثود مسميها بوت، اذا البروديوسر بده يحط سمثينج في الوفر بينادي مين؟ البوت. وهنا بيبصي ايش؟ بيبصي الفاليو اللي حيحطها بالوفر. في الاول بتاكد انه الكاونت بكام؟ بزيرو، ما ينفعش يحط على العمياني مش هيك ولا؟ ولا لو الكاونت بزيرو تمام بيحط، معناته الكاونت حيصير بواحد نفسه والبفر بيساوي ايش الفاليو، صار في ايتم، صار البفر از ايش از فول. هذه البوت ميثود. لكن لو الكاونت مش بزيرو مش هيجي هنا، هيعمل اكزيت مش هيك ولا؟ بيعمل اكزيت. هذه البوت فانكشن. الجيت فانكشن ايش بتعمل؟ assert count بيساوي كم؟ طبعا ما يقدرش ياخذ، بده يتاكد انه البفر فيه something. عن طريق مين ايش بتعرف؟ عن طريق اللي هو الكاونت. اذا الكاونت بواحد ماشي، لو الكاونت بزيرو بيعمل ايش؟ بيعمل اكزيت مش هيك ولا؟ اوكي. ولا لو الكاونت بواحد ماشي هينزل تحت هنا، هيخلي الكاونت بزيرو لانه هلقيت هيسحب الايتم ورتين مين البفر، صفر فضل البفر. فضل ايش؟ البفر. تمام؟ نشوف الكود تبع البروديوسر. لو قلنا هاي البروديوسر، تلاحظ طبعا المفروض هذا حيشتغل بعد كده في الثريد، زي ما حنشوف الفانكشن حيشتغل في ايش؟ في الثريد. بعد هيك حنشغله، وهذا حيشتغل برضه ايش؟ الكونسيومر في ايش؟ في الثريد. لاحظ هنا وي ار باسنج اللي هي وان ارجيومنت، تمام؟ هنا بيحولوا لانتجر، بيعملوا كاسك لانتجر على اعتبار اللوب حيشتغل كم لوبز من المرات اللي الارجيومنت اللي هو هذا. وبالتالي البروديوسر حينتج ايتمز عددهم ايش؟ اللي هو الارجيومنت اللي بصيناه هنا. فور اي بيساوي زيرو، اي اقل لوبز بلس بلس، اول مره حيعمل بوت اي. معناته اول مره حيحط البفر القيمه كم؟ زيرو. ثاني مره القيمه كم؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه اند سو اون. هذا هو البروديوسر. طيب نيجي نشوف الكود تبع مين اللي هو الكونسيومر. الكونسيومر برضه انتجر اي وايل وان انديفينيت الكونسيومر على طول الخط. انتجر 10 بيساوي جيت، بياخذ من البفر والايتم اللي جري اللي اخذه بيطبعه بيستهلكه، هنا استهلاكه طباعته. ممكن يعمل فيه اي شيء ثاني مش هيك ولا؟ اوكي سم كالكوليشنز، يضرب يجمع اللي بده اياه. تمام. البوينت اللي هنا بالشكل هذا، هل الشيء شغال مظبوط؟ ايوه. طارد البروزر حقت الشغل البروزر، تمام، حيعمل بوت اي، حيلاقي اول مره الكاونت بكم؟ زيرو. ماشي، it will not، معناته الزيت will not fire، مش هيعمل exit، هيعمل الكاونت بواحد والبفر بيساوي زيرو. ماشي، أول مرة فيش مشكلة. افترض البروزر كان محظوظ واشتغل كمان مرة، كمان iteration، هيعمل بوت كمان مرة، بوت واحد. هيجي لبوت واحد هيلاقي الكاونت بكام؟ بواحد، لأنه الايتم
اللي قبله لم يستهلك مش هيك ولا اعطي الازيت والفاير عامل اكزت مش ما احنا مش معقول بديش يعمل اكزت بدي انا طريقه بدي يستنى اذا بفر ما يستنى دايما يعمل اكزت تمام معناته بدها شويه اضافات لسه بدها شويه ايش اضافات هاي بدات المشاكل تظهر مش هيك ولا بدها ايش اضافات ايوه تمام وزي مين اللي هو الكونسيومر سي مثلا بعد ما البروزر حط اللي هي وان ايتم اشتغل على طول وراء الكونسيومر هاي الكونسيومر يعمل جيت تيجي على الجيت هنا هيلاقي الكاونت بواحد مش هيك ولا ماشي مش هيعمل ازيرت مش هي يعني مش هيطلع من من ال من هذا هيخلي الكاونت بزيرو ويرتن البفر ماشي افترض الكونسيومر اشتغل كمان اتريشن هيعدي جيت كمان مره هيطلع الازيرت والفاير مش هيك ولا هيعمل اكزيت صار مشكله معناته يعني ما ينفعش الكونسيومر ياخذ يعني لانه ما ينفعش ياخذ الا غير من بفر مليان والبروزر ما ينفعش يكتب ويعمل بوت الا غير في بفر فاضي مش هيك ولا اي نعم اذروايز هذا وهذا تقول ايش الفاير الازيت والفاير مش هيك ولا اي نعم فمعناته بدها علاج وبدها شغل مش هيك ولا اوكي ماشي عاتو بدها علاج مش هيك ولا طيب الله يعطيكم العافية.